au-dessus de la plaine d'Egris, on vient d'inaugurer le monument élevé à la mémoire de l'émir Abdelkader. في سنة 1949 وبينما تقبل الجزائر على حرب استقلال عظيمة ستعصف بوجود فرنسي دام أكثر من 100 عام، يقف الفرنسيون احتراما أمام النصب التذكاري للرجل الذي قالت عنه الصحافة الأوروبية أنه حارب الفرنسيين بشرف. على هذا النصب التذكاري حفرت عبارة تقول: لو أنصت لي المسلمون والمسيحيون لجعلت منهم أخوة ظاهرا وباطنا. التوقيع الأمير عبد القادر. يقال أن القصة بدأت في 30 من أبريل سنة 1827 عندما صفع داي الجزائر بمروحته القنصل الفرنسي بيير دوفال، ولكن جذور القضية أكثر تعقيدا. دخلت فرنسا القرن التاسع عشر بعد ثورة عنيفة منهكة مفلسة عاجزة عن توفير ثمن حاجياتها من الحبوب. قبلت الجزائر إقراض القمح لجارتها الأوروبية التي تعيش اضطرابات لا تنتهي، وعرفت مجازر التي قام بها روبسبير، وكذلك عرفت تقلبات عالمية كبرى نظراً لتحالف كل القوى الرجعية في ألمانيا، في النمسا والمجر وفي بريطانيا مع ضد هذه الثورة الجديدة. الدولة الوحيدة في العالم التي أزرت هذه الثورة هي الجزائر. إلا أن ربع قرن سيمر دون أن تسدد فرنسا ديونها، بل إن الملك الفرنسي شارل العاشر رفض بكل تعجرف الاعتراف بهذا الدين الذي فوضته أولى حكومات الثورة. هذا الغذاء الذي تحول فيما بعد، وهذا المال الذي تحول فيما بعد في الحقيقة إلى نذير شؤم علينا، لأن هذه الديون التي كان من المفروض أن تدفعها فرنسا لنا تماطلت في دفعها رغم عمليات التخفيض من 42 مليون فرنك إلى 3 ملايين فرنك. امتنعت الدولة الفرنسية على دفعها بعمليات تشويه في الاتصالات التي حدثت بين بكري وبوشناق وبين القنصل ديفال. كان هذا الإنزال في سنة 1830 إذاناً ببدء حملة الجزائر. تقدمت القوات الفرنسية في البر، ومع تقدمها بدا واضحاً أن الجنود يحتقرون الأهالي. تواترت المذابح وعمليات النهب وانتهاك الأعراض. ثم بعد ذلك ارتكبت فرنسا أول مجزرة في تاريخها، هي مجزرة العوفية، وهي قبيلة قتل أفرادها عن بكرة أبيها حينما هجم عليهم الكافينياك وقوته العسكرية دوريفيكو وقوته العسكرية، وتمكنوا من قتلهم عن بكرة أبيهم، بل وأكثر من ذلك، وهذا من خلال وثائق الفرنسيين أنهم بقروا بطون النساء وقطعوا أقراط النساء من أذانهم وباعوها للسفير الدنماركي في ساحة ما بعد الزول. بدأت القبائل في رص صفوفها والتنظم لمقاومة الغزاة في مناطق عديدة. في الشرق تحت لواء أحمد باي آخر حكام مدينة قسنطينة العثمانيين، أما في الغرب فقد اختار الثوار قائداً شاباً عمره 24 عاماً هو الأمير عبد القادر. من هو عبد القادر؟ هذا القائد الذي لن ينساه التاريخ الأوروبي بسهولة، فضلاً عن التاريخ الجزائري. هو عبد القادر بن محي الدين، يقال أنه من قبيلة أمازيغية كبرى، كما يقال أيضاً أن أجداده هم فقهاء من الجزيرة العربية سكنوا مرتفعات الجزائر منذ 1000 عام. ولد عبد القادر سنة 1808 في قيتنا قرب مدينة معسكر في الغرب الجزائري. تعلم القراءة والكتابة مبكراً منذ 5 من عمره وحفظ القرآن وتفسيره. اشتهر بأنه كان أصغر أخوته سناً وكان حافظاً للقرآن، وأشهرهم بالفروسية والدبلوماسية ضمن أسرته وعائلته.
كانت أمه للا زهرة امرأة مثقفة، وتلقى عبد القادر تعليما جيدا جمع بين الفقه والفلسفة والرياضيات في هذه الزاوية التي كانت تعتبر من أرقى زوايا الجزائر. هنا تربى على التراث الصوفي للشيخ ابن عربي، شيخ التصوف المغاربي الذي كان يحلم بعالم تجتمع فيه كل الديانات على الحب. لعبت هذه الزوايا دوراً مهماً في تربية الإنسان الجزائري وتعليمه، حتى أن نسب الأمية في تلك الفترة كانت أقل بكثير من مثيلاتها خلال فترة الاستعمار الفرنسي. كان لها دور كبير جداً في نشر العلم والمعرفة. الفرنسيون ومن خلالهم الجنرال دوما يقول حينما دخلنا إلى الجزائر كان الجزائريون يزيدون عن 98% بإمكانهم القراءة والكتابة وكتابة العرائض. بمعنى ذلك أن التعليم ولو كان أهلياً بسيطاً فقد أدى دوره على الأقل في مسألة أولى اللي هي محو الأمية، أي نشر التعليم. في سن 18 اصطحبه والده محي الدين إلى الحج من تونس، حيث كان أحمد باي يرسي جيشاً وطنياً وتعليماً عصرياً، إلى مصر حيث كان محمد علي باشا يقود إصلاحاتاً ضخمة في المجالين العسكري والإداري. نجحت هذه الإصلاحات في جعل مصر مستقلة عن سلطة العثمانيين والأوروبيين معاً، وقبل زعامات عالمية معروفة، ويأتي على رأسها الشيخ محمد بن علي السنوسي الإدريسي الذي سيكون له شأن كبير جدا في الست عقود الأولى من القرن 19 إلى غاية 1859، وكذلك سيتعرف على النهضة والتنوير الذي بدأ في مصر في أيام محمد علي باشا. فكان يحلم وكان يسأل محمد علي كيف ندير عملة مستقلة في الجزائر كما كانت في مصر، ووجد محمد علي في هذا رؤية في صغر سن الأمير عبد القادر بأنه يطمح لأن يستقل وأن يقود وأن يكون قائدا مستقلا في وطن يتبع للخلافة العثمانية بشكل غير مباشر. عند عودته إلى الجزائر تدافع الأهالي لرؤية الحاج الصغير، وربما كان أبوه أو هو أحد المقربين من همس في أذن البعض أنه رأى في الحلم عبد القادر سلطانا للعرب. ولكننا الآن في سنة 1830، كانت العاصمة قد سقطت في يد الجيش الفرنسي الذي بات يتقدم على طول السواحل الجزائرية باتجاه وهران. أما محي الدين فقد كان منشغلاً بدعوة القبائل للجهاد، وتقاطر الآلاف من الجزائريين للقتال تحت لوائه. تحت أسوار وهران حدثت أولى المعارك الكبرى ضد أحد أقوى جيوش العالم، معركة خسرتها القبائل الجزائرية المرتبكة والمشتتة. ولذلك الجزائريون في هذه الفترة كما يقول المؤرخون كانت قد عرفت فراغ في النخبة السياسية. بعد زوال النظام العثماني الجزائريون يبحثون عن أمل قيادة سياسية وروحية، فوجدوها في محي الدين. لكن محي الدين اعتذر لزعماء الأعراش والقبائل وحتى زعامات الطرق الصوفية سواء في الجزائر العاصمة أو في الغرب الجزائري بأن سنه لا تسمح له بهذا. قالوا ما الحل؟ ما البديل؟ في خريف سنة 1832 اجتمعت جل القبائل الكبرى لاختيار قائد موحد، وبايع الحاضرون الفارس الشاب أميرا لهم. كان الجزائريين يطمحون لأن تؤسس لهم دولة، فجاءت الاستعمار وهاجم واستعمر الجزائر، فأصبحت لديهم دافع قوي لأن ينشئوا دولة، واختيار قائد لهم كان المحظوظ هو الأمير عبد القادر في هذا، وقد قدروا بما يزيد عن 10,000. وهذه البيعة بيعة عامة وبيعة خاصة في نفس الوقت، وهذه البيعة العامة والبيعة الخاصة حدثت في فبراير 1833 بإعلان الأمير عبد القادر أمير للمؤمنين،
وسماه والده ناصر الدين، ثم بعد ذلك بدأ يفكر في تأسيس أو إعادة تأسيس الدولة والحكومة الجزائرية التي أتت عليها الحملة الفرنسية. أمر القائد الشاب القبائل الجزائرية بقطع علاقاتها مع الفرنسيين وعدم مغادرة أراضيها تحت أي إغراء كان، وأطلق على جيشه الفتي اسم الجيش المحمدي كي يجمع كل الجزائريين على اختلافاتهم، وصنع لنفسه عاصمة متنقلة تتحرك باستمرار على ظهور الجمال والخيل. هي عبارة عن آلاف الخيم على شكل دوائر تنتقل بانتقال الأمير عبد القادر لأداء معاركه، أو يترك عند في منطقة آمنة من المناطق المحررة تحت حماية المدفعية وفرق عسكرية متمرسة، ثم يقوم الأمير عبد القادر برحلة طويلة جدا تزيد عن 800 كيلومتر في الجنوب وفي الجنوب الشرقي. هذه العاصمة إضافة إلى غرابتها فقد كانت تحتوي على المسجد وتحتوي على المكتبة وتحتوي على الشيوخ الذين يعلمون الأطفال والنساء أمور الشرع والقرآن الكريم وحديث النبي الكريم. كان الأمير واعياً بخطورة فارق العدة، فربط علاقات مع تجار السلاح الإنجليز، وبدأت البنادق والذخائر الحديثة في التدفق إلى معسكراته عبر خطوط إمداد منظمة. من 32 إلى 33 هذه مرحلة بناء جهاز عسكري. الجيش المحمدي الغالب الذي أملى أسسه وأسماءه الأمير عبد القادر لم يتأسس بين عشية وضحاها. هذا الجيش تأسس ما بعد 33، وبل هذا الجيش ستؤتي ثماره في معركة وهران، معركة أولاد إبراهيم، ومعارك عديدة جدا تذكرها الدراسات الفرنسية بشيء من الفخر. نحن إذا نظرنا إلى قوات الأمير عبد القادر في أقصى تعدادها فيما يتعلق بالجيش الذي أنشأه كانت في حدود 6000 أو 7000 عسكري تقريبا، دون الحديث عن المتطوعين. ولذلك نرى أن الأمير عبد القادر لم يعتمد على المواجهة المباشرة، وإنما اعتمد على ما يسمى بحرب الكر والفر، يعني حرب العمليات المباغتة حينما تكون كتائب الاستصلاع الفرنسية تخرج للاستصلاع في المناطق أو لعملية تمشيط المنطقة أو لمعرفة هذه المنطقة. كانت قوات الأمير عبد القادر تتربص بهذه القوات فتنقض عليها. عمليات التربص هذه كانت تتم إما في الفترة المسائية قبيل الغروب أو في الفترة الصباحية. أدى هذا لقطع خطوط الاتصال والإمداد الفرنسية وإشاعة الارتباك في صفوفهم. المسألة الثانية أن الأمير عبد القادر كان يقوم بأسر الكثير من الفرنسيين، وهذا ما يفسر في الحقيقة يعني اضطراب السلطة الفرنسية وعلى رأسها القائد العسكري الفرنسي ديميشال، الذي أجبر في آخر المطاف إلى توقيع المعاهدة لكي يتمكن من تحرير الأسرى الفرنسيين الأربعة بالخصوص الذين أسرهم الأمير عبد القادر في هذه الفترة بالذات. برغم بشاعة الحرب وضراوتها، ظل عبد القادر وفياً لقيم إنسانية ستظل عالقة في ذهن أعدائه أنفسهم، فقام بوضع لائحة خاصة لمعاملة الأسرى يعتبرها البعض نصاً قانونياً سابقاً لمعاهدة جنيف، خاصة أسرى معركة سيدي إبراهيم الذين قدروا بحوالي 311 أسير بين ضابط كبير بدرجة كولونيل إلى ضباط صغار إلى جنود، وفيهم خبراء بالمدفعية، خبراء بالخرائط، خبراء بصناعة البارود إلى غير ذلك. والأمير عبد القادر من خلال مواقفه من هؤلاء الأسرى، من خلال تغذيتهم وحمايتهم وإسكانهم ودفع نفقات يومية لهم، رغم أنه في أمس الحاجة لكل دورو أو لكل بوجو كما كان يسميه الفرنسيون، إلى أن وصل أنه بعث لقسيسا كي يأتي إلى الأسرى الفرنسيين ليقوموا بشعائرهم الدينية. هذا يدل على أنه عماد فكره الديني النبوي من القرآن الكريم هو أن لا إكراه في الدين.
تتالت انتصارات الأمير عبد القادر في أرزيو ومستغانم والهبرة وأهران وتلمسان وغزوات حتى عام 1835، مما أدى إلى هياج في فرنسا، وتم تغيير القيادات العسكرية وإرسال المزيد من القوات إلى الجزائر لإنقاذ الجيش الفرنسي المهزوم. من 1833 لم ينهزم هزيمة عسكرية بالشكل الذي انهزمت به القوات العسكرية الفرنسية في خنق نطاح في المنطقة ما بين أرزيو وهران، ولا الهزيمة التي عرفتها القوات العسكرية الفرنسية في منطقة سيدي إبراهيم ما بين الغزوات وعين تيموشنت، ولا الهزائم العسكرية التي تلقتها العسكرية الفرنسية رغم التفوق العددي والقدرة القتالية وحدة الأسلحة والبارود الذي تملكه هذه القوات. صار عبد القادر قائداً حقيقياً يهابه العدو والصديق. وصل عدد جيشه إلى أكثر من 16,000 مقاتل. فاستغل الأمير هذه المكانة لجمع القبائل الجزائرية حول هدف واحد، تجويع الجنود والمستوطنين الوافدين من أوروبا عبر وقف كل أشكال التجارة معهم وفرض عقوبات صارمة على أي شخص يبيعهم أو يشتري منهم. الفرنسيون مروا بهذه التجربة المرة حينما تم اجتماع برج البحر في العاصمة من طرف قيادات المجاهدين أو المقاومة في المتيجة لحصار العاصمة. وحصار العاصمة هذا تجلى من خلال غلق الأسواق ومن خلال عدم التعامل مع الفرنسيين. فهذا الكابوس وهذه الصورة تكررت مرة أخرى من طرف الأمير عبد القادر. المؤرخون الفرنسيون وعسكريو ذلك الوقت كانوا يشيرون إلى أنهم لجأوا أكرمكم الله إلى لحوم الحيوانات للاقتتات منها وللأكل منها. بالنسبة إليهم الجزائر بلد زراعي بالدرجة الأولى، بمعنى أن الجزائر بإمكانها أن تمول أوروبا وفرنسا بالمنتجات الغذائية. لماذا؟ لأنه إذا عدنا إلى الوثائق وعدنا إلى الدراسات، فرنسا في هذه الفترة كانت تبحث عن ماذا؟ تبحث عن ما يشبع المجتمع الفرنسي من مواد استهلاكية، ثم بعد ذلك تفكر في استيطان أو إسكان فائض سكان فرنسا في هذه الفترة. جن جنون الفرنسيين وخرج الجنرال تريزل بنفسه في جيش ضخم لمهاجمة مدينة معسكر حيث يتحصن الأمير وإنهاء هذا الحصار الاقتصادي. تريزل لكي يعلم الكثير بأنه شارك في معارك كبرى، معركة وسترلو أو معركة واترلو كما يسميها البعض في جنوب بلجيكا، التي في الحقيقة تعتبر من المعارك الكبرى التي كانت في حدود عام 1500 و1000. حينما نشاهد هذه المعركة الضخمة والمعركة الكبرى التي شارك فيها هذا القائد واكتسب الحنكة والتجربة، نراه حينما يواجه شابا صغيرا. الأمير عبد القادر الدراسات التاريخية تقول أنه من مواليد 800 و1000، يعني في حدود 26 سنة. التقى الجيشان في أول مواجهة مباشرة في منطقة سيج قرب وادي مقطع. كانت القوات الفرنسية تتوقع انتصاراً سريعاً على خصومها الذين يواجهونها للمرة الأولى وجهاً لوجه. وهذا التسرع الذي اعتمدته القوات الفرنسية لقلب موازين القوى لصالحها في وقت سريع انتهزه الأمير عبد القادر، واستدرج القوات الفرنسية وبدأ يستدرجها شيئا فشيئا إلى مستنقعات وادي مقطع. الأمير عبد القادر إذن انتهج سياسة التطويق. عملية التطويق هذه تتجلى في أنه يفسح المجال للقوات الفرنسية بأن تتعمق وتدخل في وادي مقطع. في نفس الوقت قوات الأمير عبد القادر يعني تحيط بالقوات الفرنسية، لا تواجهها مباشرة ولكن تحيط بها من نواح متعددة.
يرمز هذا المعلم الذي أقامه الجزائريون في مقطع إلى ذلك الانتصار الذي أدى برئيس الحكومة الفرنسية للقول إن احتلال الجزائر عملية خاسرة لم تنجح بعد. معركة وادي المقطع أو معركة المقطع كانت تقريبا فضيحة كبرى بالنسبة للقوات الفرنسية، أو هي وسترلو ثانية كما يمكن أن تسمى في هذا الحيز الزمني التاريخي. الأمير عبد القادر تمكن من أسر تقريبا حوالي 700 من القوات الفرنسية في هذه الفترة. عدد القتلى يتراوح تقريبا بين 1500 و1700 من القوات الفرنسية. الجرحى كان في حدود الضعف تقريبا أو ثلاث مرات من الجرحى الذين يعني كانوا ضمن خسائر القوات الفرنسية. جن جنون الحكومة الفرنسية وأصدر قرار بالقضاء على انتفاضة عبد القادر بأي ثمن كان إنقاذا لهيبة الدولة. طيلة أشهر طويلة نقلت هذه السفن عشرات الآلاف من الجنود من كل المستعمرات الفرنسية، حتى بلغ عدد الجيش في الجزائر أضعاف ما حشدته فرنسا لحربها الكبرى مع إنجلترا. حتى السلطة السياسية الفرنسية تغيرت ثلاث مرات في عهد الأمير عبد القادر، بمعنى أن هناك علاقة مباشرة في الحقيقة بين ما يحدث في الجزائر من عمليات عسكرية كبرى كان يقودها الأمير عبد القادر، وبين تغيير السلطة وبين القيادات التي كانت تتغير في كل مرة، لأن الغاية هو ترسيخ التواجد الفرنسي في الجزائر، وهذا لم يحصل، وهذا ما يفسر تغير الأنظمة وتغير السلطات في الأراضي الفرنسية. برغم ذلك تواصلت العمليات الخاطفة والجريئة لقوات الأمير في كل مكان، في المرتفعات الداخلية والمناطق الصحراوية الوعرة، وتم تحرير مدينة وهران والتقدم باتجاه تلمسان مع حلول سنة 1836. فقرر الفرنسيون التفاوض. في الحقيقة الجنرال بيجو كان يبحث ما عن هدنة لترتيب أوضاع مستعمرات الفرنسيين الجديدة، ولذلك أقيمت معاهدة شهيرة بعد معاهدة ديميشيل في 30 ماي 1838. كان الموعد في تافنا على الساعة 9 صباحا. تخلف عبد القادر عمدا عن الذهاب لموعد اللقاء، فاضطر الجنرال بيجو لقطع أميال طويلة حتى الوصول بنفسه إلى معسكر الأمير. كان هذا إهانة لأحد أكبر القيادات الفرنسية، ولكن عبد القادر بدا غير مكترث لذلك. تنقل لنا التقارير الفرنسية هذه الكلمات القليلة التي تبادلها الرجلان. كيف حالك يا جنرال؟ بخير، وكيف صحتك أنت؟ هل أمرت أتباعك بأن يعيدوا بعض الأنشطة التجارية في الجزائر وبعض المدن؟ ومتى تعيدون إلي مدينة تلمسان؟ أنتظر جواب من ملكي على هذا. إذا ننتظر حتى يصلك الجواب. رغبة فرنسا الجامحة في المسألة الاقتصادية أو في وضع بند في معاهدة تافنا، لأن فرنسا كانت في حاجة ماسة إلى الجانب الاقتصادي نظراً للأزمات التي تعرضت لها فرنسا، خاصة منها المجاعة، وبالتالي كانت تصر على هذه المسألة. بالمقابل الأمير عبد القادر كان يرى في أن تلمسان هي الممر الحتمي والرئيسي للأراضي المغربية، فهي منطقة حدودية ومتنفس مهم بالنسبة للأمير عبد القادر. وطبعاً البنود المعاهدة فيها ما يمكن أن يكون مجال للتجارة. الأمير عبد القادر طلب المدافع، طلب البارود، وطلب فك الأسرى أو إطلاق سراح الأسرى الجزائريين عند الجنرال بوجو والقوات العسكرية الفرنسية، وبالمقابل تقوم فترة سلم ما بين دولة الأمير التي اعترف بها جنرال بيجو وبين دولة ديبورمون أو دولة بيجو في هذه الفترة التي تميزت باضطراب كبير جدا في الجانبين. بالمناسبة اعترفت هذه المعاهدة بسلطة الأمير عبد القادر على مساحة تقدر بثلثي الجزائر الحالية، بينما ترك الفرنسيون لأنفسهم الشريط الساحلي بحواضره الكبرى كوهران والجزائر. جعلت هذه المعاهدة ثورة أحمد باي في الشرق وحيدة في وجه قوات الاحتلال القادمة بكثافة من الغرب.
بعدها بأشهر قليلة تسقط مدينة قسنطينة نهائياً بعد سنوات من المقاومة. معاهدة دافنة في اعتقادي أنها جزء من بعض المثالب التي يمكننا أن نشير إليها في مسار تاريخ هذا الرجل. الواقع يتجلى في أنه بمجرد أن وقع معاهدة دافنة تمكنت القوات الفرنسية من نقل كل قواتها تقريباً باتجاه الشرق والتخلص من الأمير عبد القادر أو التخلص عفواً من أحمد باي، وهذا ما يفسر في هزيمة أحمد باي في 1837 في أواخر 37 ولم يهزم في المعركة الأولى في عام 36. أحمد باي نفسه يصرح في مذكراته أن الأمير عبد القادر قد أقام معاهدة دافنة في 30 ماي من أجل أن تقوم فرنسا بالقضاء عليه، لأن الأمير عبد القادر كان لا يعترف بأحمد باي لأنه يعتبره امتداد طبيعي جدا لهذه الدولة الردية التي تسببت في احتلال الفرنسيين لهذا الوطن. حتى لا نظلم التاريخ، الواقع يقول أن الأمير عبد القادر كان في مرحلة تراجع، ولذلك الأمير عبد القادر هو نفسه لم يعقد هذه الاتفاقية من مركز قوة. هي باب من أبواب استعادة القوى وجمع الموارد، لأنه كان وحيداً في هذه الثورة هو والجزائريين، لم يكن هناك أي دعم من أي دولة أخرى كما تجد اليوم في بعض الثورات أو في التاريخ. ولكن مدينة قسنطينة ستكون سبباً في عودة التوتر بين الطرفين. كان عبد القادر يصر على حق الجزائريين في إدارة المدينة بينما يرفض الفرنسيون التنازل عنها. فعودة المواجهات جاءت عام 39 800 ألف التي رأى فيها الأمير عبد القادر بأن سلطة الاحتلال أخلت بأحد أهم بنود معاهدة دافنة، وهي أن هذه المناطق الشرقية هي من مشمولات الأمير عبد القادر وليس من مشمولات الفرنسية، لأنها ترى أن التخلص من أحمد باي سيعيدها إلى مواجهة الأمير عبد القادر. وسط التضاريس الوعرة لمنطقة الهضاب العليا في الشرق تعود الكمائن الخاطفة لقوات الأمير. هي عبارة عن منطقة جبال، فرقة صغيرة جداً قد تزيد عن 330 رجل بإمكانها أن تصد جيش من 1000 إلى 1200 من القيادة العسكرية، وشيء طبيعي جداً أن هذه المنطقة كانت منطقة شرسة لم تتمكن منها القوات العسكرية الفرنسية إلا بعد سنوات طويلة في أيام ديغيدون والجنرالات الفرنسيين إلى غاية 1857. في نواحي الصيف، مناحي برج بوعريريج، مناحي أو جنوب قسنطينة، يعني كل هذه الأماكن وكل هذه المناطق كانت في سياق تحقيق انتصارات للأمير عبد القادر، وكان يقصد في ذلك الوقت منع القوات الفرنسية باتجاه نحو المناطق الجنوبية. ومع أواخر سنة 1839 يتصاعد العنف بشكل غير مسبوق. أطلق الفرنسيون على حملتهم الجديدة اسم الأبواب الحديدية. لم تعرف الجزائر منذ احتلالها حرباً بتلك القسوة والوحشية. تم الاعتداء على النساء والأطفال وحرق قرى بكاملها. انفرط عقد التحالفات تحت تأثير الإحباط والخوف. كانت القبائل تعلن الولاء للفرنسيين وتنقلب على الأمير الواحدة تلو الأخرى. تحت الضربات، تحت القمع، تحت حرب الإبادة، تحت سياسة الأرض المحروقة التي مارستها سلطات الاحتلال الفرنسي، في الحقيقة نرى بأن هذا الأمر هو الذي جعل في الحقيقة الكثير من القبائل يعني تبتعد تحت الضغوطات عن مساندة الأمير عبد القادر. إذن الأمير عبد القادر لم يبقى ذلك الشهم والشاب القوي الذي كان يحيط به فرسان على درجة عالية من الفداء، على درجة عالية من القوة، بدأ يفقد أنصاره واحداً واحداً. نحن الآن في سنة 1844. يخسر الأمير موقعة زمالة وتسقط عاصمته المتنقلة في يد القوات الفرنسية، بينما تتناقص قواته أكثر فأكثر. كانت اللحظة قد حانت للتراجع إلى الأراضي المغربية حيث حليفه القوي السلطان مولاي عبد الرحمن. هذا الأمر في الحقيقة جعل القوات الفرنسية تحس
بنوع من الـ 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 يعني التحدي. فتقدمت القوات الفرنسية وتمكنت من ضرب القوات المغربية في مدينة وجدة، مع الملاحظة وهذا كذلك للتاريخ لابد أن نشير إليه، أن الأمير عبد القادر قد نبه مولاي عبد الرحمن وقال له إنك لا تملك القوة لمواجهة القوات الفرنسية. ولكن الرأي العام المغربي المساند للثوار الجزائريين يدفع مولاي عبد الرحمن لمواجهة الفرنسيين. يخسر السلطان معركة إسلي وتنهار القوات المغربية بإمكانياتها البسيطة أمام القصف العنيف. لامورسيار تدخل من الجهة الشرقية للأراضي المغربية وتمكن من ضرب وجدة وقنبلتها، لكن إذا نظرنا إلى الجهة الغربية نجد كذلك القائد العسكري جوانفيل الذي تمكن من ضرب العديد من المدن الساحلية المغربية مثل السويرات كذلك، وبدأ يهدد بالتقدم نحو مدينة فاس. هذا الأمر في الحقيقة هو الذي جعل السلطان مولاي عبد الرحمن يجبر في آخر المطاف بعد معركة إسلي بأنه يجبر على القبول بتوقيع معاهدة مع السلطات الفرنسية، يعني سلطات الاحتلال الفرنسي، ممثلة في صلح طنجة في سبتمبر 44، ثم معاهدة للا مغنية في مارس من السنة الموالية، يعني سنة 45. في مرتفعات الجزائر الداخلية كانت قوات الأمير القليلة قد صارت منهكة ضعيفة محاصرة، وأيضا كان الأمير عبد القادر يعيش حالة تراجع على المستوى العسكري، ولذلك كان الصراع بينه وبين الفرنسيين كما كان يقول له ثلاثة حلول: إما أن أدخل في حرب مع الفرنسيين إلى غاية الاستشهاد، وهذا انتحار لهذه القوة الكبيرة التي أردت أن أحافظ عليها، أو أن أذهب إلى منطقة سعيدة وهي كلها مملوءة بالقلاع الحربية للفرنسيين، أو أن أدخل إلى المغرب فيسلمني أتباعي السابقين من البوتشيشية. ومع آخر أيام سنة 1847 يفضل الفارس الجزائري ترك السلاح على المذبحة. بعد 17 عاماً من الكفاح خاض خلالها 116 معركة ضد 120 جنرالاً لخمسة ملوك فرنسيين. لم يكن الأمير لديه القوة الفاعلية بعد نزول فرنسا ب 100,000 جندي تقريباً في آخر هذه الحرب، وحوصر من قبل الجبهة المغربية وحوصر من قبل الفرنسيين، حتى أن وصل به المأساة أنه حمل بعض من عائلته على كتفه وعبر نهر ملوية في الغرب الجزائري. في فجر ذلك الشتاء القاسي عبر الأمير نهر ملوية على الحدود المغربية الجزائرية، ربط جواده في هذه الشجرة عند مقام سيد إبراهيم وصلى صلاة العصر. تطلبون مني شروطي، وشروطي سهلة. أولها أطلب الهجرة إلى عكة أو الإسكندرية. ثانياً لا تمنع كل من يريد اللحاق بي. أولاً هذا ما نعلمه من أجدادنا بالتواتر ومن ما قاله قلب الأمير ولسانه، وقاله أن هو لم يستسلم أبداً، وما كتبه الفرنسيين هو خدعة قام بها ليجعل غصة في قلوب رموز الجزائريين والمسلمين بشكل عام. هو أسر في الحرب واقتيد لأنه أبرم شبه معاهدة مع الملك لويس، وأرسل لويس ولده دوك دومال الذي كان ضابطاً في الجيش الفرنسي، وأخذ وعود هذا الملك على أنهم نبلاء. كان ينوي السفر إلى الإسكندرية، أن يترك بينه وبين قومه من أولاً، ثم يسافر مع من أحب إلى الإسكندرية، ثم إلى أي أرض يشاء إسلامية يشاء. والأمر الثاني أن يطلق أسر الجزائريين وأسر الفرنسيين في جيشه. وطبعاً وافق الفرنسيون على هذا الأمر، ولكنهم كانوا ينتظرون أن يستسلم هذا الرجل هكذا وأن يعترف لهم بالانتصار، لكن هؤلاء الفرنسيين أنفسهم من خلال كتاباتهم ورسائلهم يقولون أن الأمير عبد القادر سلم سيفه ولم يستسلم. تجسد هذه اللوحة عملية تسليم السلاح في ميناء مدينة غزوات
في 23 من ديسمبر كانون الأول كما أراد الفرنسيون أن يصوروها. بات الأمير ليلة واحدة في الطريق إلى وهران، هناك حيث كان الطريق إلى المنفى جاهزاً. لكن بينهم وما بين أصفيائهم في باريس وبينهم وبين حكام الجزائر كانوا ينوون شيء آخر. يعني هذه أول محنة يدخل فيها ويتعلم منها أنهم يخونون العهود، الملوك تخون العهود. عادة عرف في التاريخ أن الملوك وإن كانوا على غير دين الإسلام يفون بعهودهم. غادر الأمير وهران على متن فرقاطة بخارية تدعى أسمودي باتجاه مدينة طولون الفرنسية عوض مدينة الإسكندرية كما تعهد الطرفان، مع 90 مرافقاً هم مجمل عائلته وأتباعه الذين سيصحبونه عبر دروب منفاه الطويل الذي سيمتد لستة وثلاثين عاماً. طولون، حسن الملج. الظروف سيئة للغاية، البرد، الرطوبة، العزلة. بدأ المرض ونذر الموت يستشريان في صفوف الأسرى أمام هذا الخطر المحدق بصحتهم. يقرر الفرنسيون نقلهم إلى قصر بو الحصين. ولكن الحدود الإسبانية كانت قريبة ومعها خطر تسلل الجزائريين أو حتى حلفائهم الإنجليز لتحرير الأسرى. En réalité, ils se trompaient. C'est-à-dire que c'est vrai que dans les troupes de l'émir Abdelkader, on rencontre des Espagnols qui étaient soldats de l'armée française et qui ont déserté, qui ont rejoint l'émir Abdelkader. Ça, c'est vrai, ça existe. Mais il n'y avait aucune crainte à ce moment-là. C'était dans l'esprit des militaires français. C'était dans leur tête. Mais en réalité, il n'y avait aucune crainte que ça se passe. C'était eux qui voyaient le complot partout et qui pensait que l'émir Abdelkader allait reprendre, alors qu'il avait donné sa parole dès le premier jour, qu'il avait signé, qu'il avait dit « je ne reprendrai plus les armes contre la France ». كانت ثورة 1848 قد أجبرت الملك الفرنسي لوي فيليب على التنحي. أتنازل عن هذا التاج الذي أعطاني إياه الضمير الوطني للسيد كونت باريس، عسى أن يتمكن من تحمل مشقة المسؤوليات التي بانتظاري. 24 فبراير، لوي فيليب. مارس العسكر ضد الثوريين الفرنسيين نفس القمع الوحشي الذي مارسوه في شمال إفريقيا. تتالت المذابح والاعتقالات لتثبيت نظام جديد خاضع للسلطة العسكرية. وفي ظل هذا الوضع تقرر نقل الأمير إلى إقامة أكثر أمناً في مدينة أمبواز. بدأت رحلة شاقة طويلة للزعيم العربي ورفاقه عبر البحر والبر والأنهار وسط برد قارس وضباب كثيف. Remonter la Loire à bord de ce genre de bateau, ça devait être quand même quelque chose d'assez épique. Parce que c'était des bateaux qui n'étaient quand même pas faits pour transporter des êtres humains. C'était des bateaux qui servaient à transporter des marchandises. Et là, pour des raisons essentiellement de sécurité, on transportait Abdelkader et Sasmala. تحط الرحال في أمبواز، ويتدخل محافظ المدينة بأمر من المجلس العسكري لمنع الأهالي من تنظيم مأدبة على شرف الأمير عبد القادر. Il est arrivé le 8 novembre 1848, un soir vers 22h. Et quand il est arrivé à Amboise, il était attendu par des militaires. Et pendant plusieurs années, il n'a pas pu sortir du... Il était gardé prisonnier. Puis, tout en ayant des visites de plus en plus nombreuses des habitants d'Amboise. Puis alors après, je ne sais plus, il y a une date, quand il a pu commencer à sortir, il s'est lié d'amitié avec l'abbé qui était ici. Et son interprète, son officier interprète Gabot, a joué un rôle important dans cette libéralisation et amélioration des conditions de détention de l'émir.
تدافع المواطنون الفرنسيون لزيارة هذا الفارس العربي الأسير الذي بدا شبيهاً بأبطال الحكايات في قصره المحاصر. لم يكن الأمير يعرف أنه سيظل سجين حصن أمبواز حتى سنة 1852 في ظروف مزرية وشديدة الصعوبة. لم يكن القصر يتوفر إلا على سريرين فقط لأكثر من 120 شخصاً يتداول على حراستهم مئات الجنود. Le climat et puis les conditions de détention, certainement, qui peu à peu s'apaisent. Le mal du pays aussi, parce que les conditions de vie étaient quand même totalement différentes de celles qui pouvaient avoir au fond de l'Algérie, parce que la plupart c'était des intellectuels, c'était des gens qui avaient une certaine culture, mais c'était des agriculteurs pour la plupart. Puis là, on les enferme, on les confine dans un espace clos. Avec 25 femmes, avec des enfants, des soldats en nombre, alors qu'eux sont désarmés, sont affaiblis, sont fatigués, et deux lits, et les autres dormaient par terre. بعدها بأشهر قليلة يبدأ الموت في التسلل إلى المكان. ضربت الكوليرا بقوة في تلك السنة صفوف الرجال. وماتت نساء بفعل الاكتئاب الشديد، ولقي 19 طفلاً مصرعهم تحت تأثير البرد القارس الذي لم يعتادوه في بلدهم الأصلي. Peu à peu, grâce à l'influence de certaines personnes extérieures, notamment de l'abbé, du curé qui était en poste, qui était curé de Saint-Denis, qui peu à peu s'est lié d'amitié avec l'émir et et peu à peu, il a pu sortir. Puis les conditions politiques s'étaient améliorées en France aussi. برغم صعوبة الوضع، يستغل الأمير وجوده في أمبواز لفتح حوار ثري مع المثقفين ورجال الدين المسيحيين الذين كان يستقبلهم في صالون ثقافي. وربطته صداقة قوية بكبير قساوسة أمبواز وبأسقف الجزائر السابق أنطوان دوبوش الذي سيعبر في هذه الرسالة عن استغرابه من تأخر الحكومة الفرنسية في الوفاء بوعودها لفارس كبير. نابليون qui lui répond, Napoléon III, qui dit, vous qui me connaissez, vous savez bien que cela me dépasse, que j'avais voulu, je veux le libérer, et que malheureusement les conditions ne permettent pas. Parce que le gouvernement s'opposait, il faut le savoir. Donc, pour l'émir Abdelkader, il y a les Britanniques qui interviennent, il y a disons, ces intellectuels qui l'approchent, qui interviennent, et puis, c'est le moment favorable. Quand il arrive, Napoléon est sûr de lui et donc est fort. Et à ce moment-là, il monte de Bordeaux jusqu'à Amboise pour le libérer. في سنة 1852 يتوجه نابليون الثالث بنفسه إلى أمبواز كي يعلن لعبد القادر أن الدولة الفرنسية عازمة على الوفاء بوعدها السابق وأنه سيستعيد حريته مع بقية مرافقيه. تتوقف القصة هنا بالنسبة للفرنسيين كما هو الحال بالنسبة للجزائريين. أما بالنسبة للأمير عبد القادر فإن نصف عمره سيرتبط بهذه العودة للشرق التي طالما تمناها. Avant de partir, il a offert ce magnifique lustre à l'abbé pour le remercier. Et c'est un lustre que beaucoup de gens viennent voir et c'est certainement la chose d'Abdelkader dont on se souvient. Beaucoup d'Amboisiens, quand ils viennent dans cette église, quand ils regardent ce lustre, ils savent que c'est Abdelkader qui leur a offert. دمشق العام 1855. كانت سوريا ما تزال تحت سلطان الباب العالي العثماني. هنا لجأ محي الدين بن عربي هرباً من القمع، الرجل الذي كان له التأثير الأكبر في التربية الروحية للأمير عبد القادر. استقبل من طرف الوالي ووجهاء دمشق ونقيب أشراف الشام الشيخ الحمزاوي، وقدم له الشريف الحمزاوي داره مكان داره الذي كان يشتهر بأنه مكان دار الشيخ الأكبر ابن عربي
الأمير عبد القادر عاش في هذا البيت وفي دمشق كزعيم جزائري، وبل نستطيع أن نقول مغربي، فقد كان ليس زعيما للجزائريين فقط بل كذلك للكثير من المغاربة الذين كانوا يسكنون في دمشق. في بيت محي الدين بن عربي سيستقر الأمير عبد القادر، هنا اتخذت حياته نفس النظام الدقيق شبه العسكري المحبب لنفسه. ينهض يومياً قبل صلاة الفجر، يبدأ يومه بالصلاة وبالتأمل والتفكير، ثم يجتمع حول مائدة الإفطار مع أبنائه، بعدها يلتقي بالطلبة. تتمحور حلقات التدريس يومياً حول كتاب الفتوحات المكية لابن عربي. ستترك لنا هذه الحلقات كتاباً شهيراً للأمير، هو كتاب المواقف. تتصارع الأمم اليوم وتدمر بعضها من أجل أن يرفع كل منهم راية دينه، ولكن حب الناس أكبر من كل الأديان. لو استمع إلي الناس سأصالح المسلم والنصراني واليهودي. للأمير عبد القادر الجزائري عدة مؤلفات، منها ما كتبه في سجنه بأمبواز في فرنسا، ومنها ما كتبه في دمشق، وأهم هذه المؤلفات هو كتاب المواقف الذي كتبه في دمشق بطلب من بعض علماء دمشق وأصدقائه. يتألف هذا الكتاب من 372 موقفاً كلها في التصوف، ووجدت بأن أهم مخطوطة موجودة في متحف الجيش في الجزائر العاصمة، وهذه المخطوطة في 3 مجلدات كانت قد أهدتها الأميرة أمل إلى السفارة الجزائرية بعد وفاتها في دمشق حوالي سنة 2005. بعدها يتفرغ الأمير لكتابة الرسائل لصديقه ريمي الذي يترأس أحد البنوك السويسرية، أو للراهبة المسيحية التي عالجت زوجته في أمبواز، أو لنابليون الثالث. كان الزعيم الجزائري شغوفاً بمراسلة الناس. الأمير عبد القادر رجل دولة وسياسي وعالم. الأمير عبد القادر كان يرسل الرسائل إلى الملوك والرؤساء والأمراء، أولاً من أجل خدمة قضايا إنسانية. من بين الرسائل التي معروفة وأرسلها الأمير عبد القادر هي رسائله إلى الإمبراطور الروسي من أجل الشفاعة في المجاهد الكبير شمال الدغستاني، والذي كان قد شارك في حرب القوقاز ضد الإمبراطورية الروسية. ونظرا لهذه المكانة العالية وهذه الشخصية الكبيرة، فقد أطلق سراح الشيخ شمال. لم يكن هذا الفقيه يخفي ولعه بالسياسة، فكان حاضرا في كل شؤون مدينة دمشق، يدير صالونا ثقافيا ويجمع التمويلات لتهيئة الطريق الرابطة بين دمشق وبيروت، وحتى عضواً في المجلس البلدي للمدينة. شارك في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وكان له دور كبير، وكان يتبع له حوالي 1000 فارس، فارس من الفرسان، مع ما يتطلبه هذا الأمر من تجهيز هذه القوة العسكرية وقيادتها من واجبات عليه. ومن أهم الأدوار السياسية التي ركز عليها المؤرخون هو دور الأمير وأياديه البيضاء في الأزمة التي حدثت في دمشق في عام 1860. في سنة 1860 يتسبب قرار من السلطة العثمانية برفع القيود عن التجارة الدولية في استثراء بعض التجار المسيحيين بشكل كبير. تسبب هذا في تنامي الشعور بالغبن لدى الطبقات الفقيرة من المسلمين، وتحت تأثير دعوات متطرفة تفجرت فتنة طائفية بشعة. دمرت كنائس، ولقي أكثر من 10,000 مؤمن مسيحي حتفهم في ظروف مأساوية. دمشق القديمة، حي بابتومة، كله دمر وأحرق،
لم يجد المسيحيون من يلتجئون إليه إلا حي الميدان والحي الذي كان يقطنه الأمير عبد القادر الجزائري. جمع الأمير أتباعه وكون جيشاً صغيراً للتصدي للعدوان على المناطق المسيحية، واستقبل في بيته آلاف اللاجئين. أدى هذا لنجاة عدد كبير منهم من المذبحة. تحول الأمير إلى أسطورة في العالم المسيحي. وعندما فاض عدد اللاجئين إلى بيته، طلب من حاكم دمشق أن يسمح له بوضع المسيحيين الملتجئين في قلعة دمشق، وهكذا كان. وكان هو مع بعض العائلات الإسلامية الكبرى في دمشق، مثل آل الميداني وآل سكر، تعاون معهم ليوفر لهم كل حاجاتهم. بعد موقفه الشهير في حماية المسيحيين في بيته هذا الذي نحن فيه وفي البيوت المجاورة بالاتفاق مع مشايخ دمشق، فجاءته أوسمة من أمريكا ومن بريطانيا ومن فرنسا ومن روسيا ومن النمسا التي كانت في ذلك الوقت إمبراطورية، وحاول أن يراسله كبار القناصل وكبار المفكرين في ذلك العصر. ما تزال هذه الرسائل والأوسمة محفوظة في غرفة خاصة في بيته الصيفي المقام في ضواحي منطقة دمر في مدينة دمشق. من ملك اليونان إلى ملكة إنجلترا وصولاً للسلطان العثماني. بعد هذه الحادثة استدعاه الخديوي إسماعيل لمساعدته في التصدي للفتاوى المتشددة التي حرمت مشروع قناة السويس. سيقضي الأمير آخر سنوات حياته في دعم هذا المشروع بكل ما أوتي من قوة. تعرض الخديوي إلى كثير من الانتقادات من علماء الدين بأن هذا العمل حرام، بأن يقوم بفتح قناة السويس من باب تغيير الجغرافيا في الأرض. فاستعان بالأمير عبد القادر، وعند افتتاح القناة كان من كبار الحاضرين هو الأمير عبد القادر. طبعاً رمزية هذه الصورة أن الخديوي إسماعيل أوقف أميراً مثل الأمير عبد القادر من منفاه في وسط الصورة، ووقف إلى جانبه ليعطيه صدارة الصورة. سنة 1883 توفي الأمير عبد القادر بن محي الدين الجزائري عن 76 عاماً. سيحمل الجزائريون صوراً متناقضة عن أميرهم لرجل حارب وفاوض 17 عاماً ضد أقوى جيش في عصره، ولكن أيضاً لرجل يقول بعض المؤرخين الفرنسيين أنه استسلم. ولكن العالم سيحمل عن الأمير صورة رجل حارب بشرف دون ضغينة، ودافع عن قيم التعايش والتسامح كما تعلمها في كتابات ابن عربي. إن وفاة الرجل لم تنهي مرحلة جهاد هذا الرجل، لابد أن نعلم وللتاريخ كذلك أن هذا الرجل قد ترك لنا سلالة واصلت الجهاد وواصلت الكفاح. إن حفيده عبد الملك قد عاد إلى المغرب وشارك عبد الكريم الخطابي في مقارعة الاحتلال الفرنسي. إن حفيده الأمير خالد الذي كان له كذلك يعني وقع كبير في بناء والتأسيس للحركة الوطنية السياسية في بلادنا، فهو من مؤسسي حركة الشبان الجزائريين عام 12. من مآثر الأمير عبد القادر بالإضافة إلى نضاله المشرف ضد الفرنسيين أنه كان أيضاً مثقفاً كبيراً، يعني لم يكن فقط رجل حرب وإنما كان رجل سلام ورجل ثقافة ورجل تفاهم وتعايش بين بني البشر جميعاً. الأوروبيون والغربيون يسمون عليه المؤسسات، مؤسسات تحمل اسم الأمير عبد القادر،
شوارع في البرازيل والأرجنتين وفرنسا أو باريس تحمل اسم الأمير عبد القادر، مدينة بأكملها في أمريكا اسمها القادر تكريماً لهذا الإنسان، لهذا العالم، لهذه الشخصية التي لها مكانة كبرى في تاريخه العلاقات الدولية. وجه رائع نبيل، يحسن اليوم بكل عربي وبكل مسلم أن يقتدي به ويحاول أن يتشبه به. سلام على روحه. في سنة 1966 يقوم النظام العسكري للرئيس بومدين بإرسال طائرة خاصة لإعادة رفاة الأمير عبد القادر إلى الجزائر. حمل الجنود نعش الفارس في جنازة مهيبة حضرها آلاف الجزائريين. أطلقت بعض الرصاصات في الهواء وصرخت عشرات الحناجر بتحية عسكرية، ثم أغلق القبر.